السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا قناة وين وكونكر. اهلا وسهلا بكم من جديد، معكم ايهاب محمد. النهاردة يا جماعة هنشرح ايفنت انفينيت تاور ان شاء الله باذن الله. بس طبعا في كذا حاجة كده نزلت في التحديثات. اولا شكل البلاي يتغير اول ما تفتح اللعبة، سيبك من الموضوع ده. في كمان عندك كذا ايفنت نزل. اول حاجة سبريم جلد ده بيشتغل بالليل بتوقيت الساعة 21، بس طبعا هشرحه بالليل ده ان شاء الله باذن الله. نركن الموضوع ده على جنب. اولا اول ما بتفتح اللعبه بيجي لك كذا شنطه، منها شنطه 3000 سي بي اس باوند. اول ما تفتحها بتاخد 100 سي بي اس باوند ليك لمده 30 يوم، كل يوم بتاخد 100 وهتخلص على يوم 26 اكتوبر باذن الله. يعني لازم اليوم تفتح فيه وتاخد 100 سي بي اس باوند. وكمان عندك الشنط دي، بس هي تقريبا مش هتفتح الا قبل يوم 9 اكتوبر ان شاء الله، او مش عارف اذا كان فيها غلطه ولا لا، الله اعلم برضو يعني. وهتخلص برضو يوم 26 اكتوبر باذن الله. طيب اولا الايفنت ده يا سبريم جلد ان شاء الله اول ما يشتغل، هو هيشتغل بتوقيت الساعه 21:30 لغايه الساعه 22:30، يعني تقعد لمده ساعه. الموضوع حلو يا جماعه. هو في ايفنت شبيه ليه نزل قبل كده، بس الموضوع كله مليان سي بي اس، وده هشرحه ان شاء الله باذن الله بالليل. طيب نركن الموضوع ده على جنب. طبعا هنا الشنطه دي لو قلتلكم، اول حاجه انت لو مش ريبورن بتاخد الشنطة دي، فيها مثلا تفتحها 10 مرات، كل مرة بتاخد لك حاجة بالحظ، يا 3 متر سكرولز، يا 3 ستون بلس 1، يا اما الحاجات دي كلها الموجودة، يا اما مثلا عجلة السكند. لو انت سكند او اعلى بتاخد تفتح 10 مرات، برضو بتاخد اللي هي ستون بلس 3 او سي بلس 3 او برمستون او ستون بلس 6. طبعا انت لو في اي بي 4 هتاخد شنطة فيها 15 يوم من الهاسكي اللي هو الكلب دي، تمام. او النوع الثاني اهو برضو نفس النوع ديه، تمام. او عندك هنا مثلا ايه لو انت فيها بي 5، حرام والله العظيم، يعني انا بحب الفريدم مسوز صراحة، يعني بديل فيها بي 5 يلا مش مشكلة. لو فيها بي 6 تاخد اعفن جرمنتين موجودين في اللعبة لمدة 30 يوم، هو جرمنت واحد منهم يعني تختار، يا اما سول اوف سورد، يا اما فين رب الجرمنت الثاني، او كولر اوف ويند. نسيبنا بقى الموضوع ده كله والرغي الكتير ده، ندخل في المهم في انفينيت تاور. الشرح يوم 27 سبتمبر لغايه 17 اكتوبر. انت يا جماعه بتبقى عباره عن 5 مراحل، كل مرحله لازم تخش وتقتل فيها الوحش، تمام. بعد كده كل ما بتخلص الـ5 مراحل مره واحده، يعني الفري تشالنج، شكرا. بعذر لكم يا جماعه، في ديسكونكت حصل كده من لوحده يعني. المهم نكمل، بيبقى عبارة عن 5 مراحل، ده المجاني ليك. بتبقى جوائز مثلا اتشي او ستونات او سايبر فيكشن او ستونات عادية او ستون بلس 5. طبعا هو الراجل لازف بتاع الباوند ايتم اهو، دوست عليه. اول حاجة يقول لك لو قدرت تخلص 100 مرحلة مرة واحدة من غير ما تعيد او حاجة، بتاخد ماونت من 3 الى 5 نجوم، انت حظك راندوم بيقول لك. طيب ندخل دلوقتي ونشوف الموضوع ده. التشالنج ناو، طبعا لازم باور بتاعك يبقى اعلى من 270 على الاقل، او 200 حاجه وكده ايه، تمام. ده الباور 162 بيت الباور وان هيت، شكرا. الثاني وان هيت برضه، شكرا. الثالث لا، بعد كده هتكتر اكتر يعني، فاهم. بس هو اللي هيستفاد اكتر يا جماعه الوريور هو اللي ممكن يعمل شويه شغل حلوين الصراحه فيه. يعني دي تقريبا الاخيره، تمام كده. انا خلصت ايه المراحل المطلوبه مني. نشوف بقى هنا الراجل ده، ندوس عليه كده اهو. انا كده خلصت المراحل، فاضل لي مثلا 100 مرحله ولا اي حاجه. ايه طبعا بيقول لك اول مره متخلص 5 مراحل على طول ليك الجايزه افيلبل، هي متاحه، ندوس عليه كده اهو. وكده خدنا البوكس. ممكن تاخد اوند ريسيف ستار ستون بيرفكشن اند اولزو وان اوف فروم ستون بلس 5 او ستون بلس 3. ندوس كده بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. 2 بيرفكشن، يعني الايفنت مش وحش، هو مش وحش الصراحه يعني، لذيذ كده وحاجه جميله سوي. تمام شوف ايه دي بقى، تمام. دي بعد كده في 5 مراحل تانية بس بسبيس. المرحله الاولى المرحله الواحده بتسع سبيس، او تشتريهم كلهم ب 45 سبيس، تمام. الموضوع يا جماعه بسيط جدا جدا جدا، مش محتاج اي حاجه يا جماعه والله، ايفنتات لذيذه جدا جدا جدا. طيب نخش كده بالمره نشوف ايه موضوع الايفنت اللي هو بتاع اللهم صل على النبي، اللي هو الراجل بتاعه هنا اهو،
مالك يا عم؟ في ايه يا عم النت؟ انت في ايه؟ موقع اللعبة مهيص خالص. طيب هو تقريبا مفيش امل ان احنا نشرح. تمام، اولا طبعا ده جوايزه كتيرة جدا، وطبعا عندك اللي هي الاجنحة سبريم. فين اهي، يعني الموضوع جميل جدا جدا جدا. اول استرال فونكس او فينيكس اللي هو بتاع الماونت ده يا جماعة اهو. طبعا الموضوع ده هيتشرح بالليل يا جماعة بتمعن اكتر.